بسم الله، فشايفاك يا برج الميزان، يعني بشكل عام في الصحة، يعني بشوفك في صحة جيدة بغض النظر عن عمرك. فشايفة منكم اللي صار عم يعمل رياضة أو بفكر يعمل رياضة، وبينصحك التارو إنك تغير الأطعمة المصنعة بمزيد من الأطعمة الطبيعية. كذلك الورق اللي إجاك في الصحة هو مؤشر للأخبار السارة من حيث الصحة، أو كانت شي ولادة يعني هيك، أو حمل، يعني في حدا يعني بده يحمل هيك. أما إذا كان شي حدا عنده مشاكل صحية فهو يعني لازم يبحث، فالتارو بيقول له لازم تبحث في تاريخ عائلتك للتحقق مما إذا كانت المشكلة التي تواجهها موروثة، يعني شي وراثي هيك. كما أن البطاقة تشير إلى أنك ستحصل على دعم من حولك، يعني إذا كان عندك مشاكل صحية فهي فال جيد للشفاء يا برج الميزان. وكذلك في منكم الذي سيجد السلام الداخلي من خلال الاستشفاء، سواء كان بيعمل استشفاء أو راح يعمل استشفاء يعني داخلي، وراح يحب حاله أكثر. كذلك عم شوف في منكم بصراحة اللي عم بفكر كتير يعني بشي موضوع، وفي عنده إحساس بالقلق، الموضوع بيقلقه وفي تعب منه. ممكن تكون هذه علاقة أو عم تفكر بشخص من الماضي، والموضوع هذا كأنه عم يتعبك، عم بيحسسك بالحزن، في حدا اختفى هيك. فالورق بيقلك إنه الأيام الجاية راح تتجاوز الوضع وتصبح أكثر حماسا. في كذلك اللي عنده قلق زائد يعني تجاه الوالدة أو تجاه صحة الوالدة، لأنه يعني راح يكون لا سمح الله في دخول أو زيارة طبيب بالنسبة للوالدة، فخلي بالك من الوالدة ومن صحتها يا برج الميزان، واهتم فيها يا برج الميزان. كذلك في منكم اللي عم يعمل شغلات يعني تجميل هيك، يعني ممكن تجميل أسنان، وش يعني عم بفكر يعملوا تجميل، فالأمور راح تكون طيبة. هذا فيما يخص الصحة يا برج الميزان، أمورك حلوة إن شاء الله. راح نشوفه الحين العمل. أول شيء مبين عندي إنه في جاياكم رزقة بالطريق يا برج الميزان، كذلك يعني في عندكم عرض عمل، في عرض عمل يا برج الميزان غير متوقع، يعني فرصة عمل راح تجيك في وقت أنت ما متوقعه وراح تنعرض عليك. كذلك عم شوف في منكم اللي شايف حاله أو حاسس حاله واقع في مهنة بيكرهها، أو ممكن تشير الورقة كذلك إلى زميل في العمل عم يخدعك، أو شخص في السياق العملي يحاول تدميرك أو بيحاول ياخذ مكانك أو يحاول أن ينقص من قيمتك يا برج الميزان. فكن حذر من أن تثق في كل ما يعني في كل الناس اللي حواليك. فهذا الشخص بيقول لك ورق التارو راح يكون، يعني هو راح يوصف ولا بيوصفه، بيقول لك هذا الشخص سيكون يبتسم في وجهك ويطعنك في ظهرك في نفس الوقت، يعني في وقت واحد. فالورق بيقول لك أنت تتحكم في حياتك ومشاعرك، فقم يعني بتقييم ما تريد، لأن الخطوة هي ما تحتاج القيام به. أما إذا دخلت يعني في صفقات فالأمور يعني راح تكون جيدة بشكل عام.
أما إذا كنت يعني عم تبحث على وظيفة أو عمل يناسبك، يعني فبأن لك الورق فأنت بحاجة إلى فعل شيء في هذا المجال، سواء كان مجال إبداعي أو فني أو متعلق يعني بالشغلة اللي بدك إياها، ولكن الورقة يعني فال جيد في كل الأحوال فيما يخص العمل يا برج الميزان. فكن مستعد، لأنه بيقول لك أنه في عندك عرض مفاجئ، فأنت لازم تكون مستعد لهيك عروض ممكن تجيك. أما الحين راح نشوف الأسرة، أنا عم حاول أكون سريعة، خليني نشوف فيما يخص الأسرة. صراحة يا برج الميزان عم شوف في منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة، يعني خليته تعبان كثير وزعلان، وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع. كذلك في شوية خلافات، يعني في منكم اللي عنده خلافات مع الإخوة أو مع شي حدا كبير بالبيت، يعني ممكن تكون الوالدة أو الوالد، يعني ولكن ما برجح الوالد، يعني شي حدا كبير هيك. كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاه مركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها، سواء بالأسرة أو سواء مع شي حدا كان بيحبه، وشايفاه قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انه خسرها، او ما كان بده الشغلة اللي صارت، سواء كان انفصال طلاق شغلة هيك انه تصير. فشايفك قاعد زعلان وماسك الكوباية يا برج الميزان. كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار، يعني سواء كان قرار او محاكمة، يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة، شي قرار حكم نفقة أوراق، يعني شغلة في الموضوع هذا. كذلك في منكم اللي شايفته يعني تعرضوا لخسارة في علاقة أرهقته وخلته يعني كأنه صار حدا لحاله، فشايفة منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي، كأنك بحاجة إلى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل أعمق يا برج الميزان. فعم شوف كأنه في حدا عزل حاله خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها، يعني وكأنه انسحب، يعني انسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه. كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير اجتماعية، كأنك واخد جنب، كأنك لا ترغب في التفاعل مع الأشخاص، لأني يعني عم شوف حدا منفرد. فأنت يا برج الميزان، الناس اللي يعني بالحالة هذه فهم يحتاجون إلى الخروج من هذه الوحدة، وهو هذا هو الشيء اللازم للشفاء من حسرة الماضي. فأنت يجب أن تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي. فكذلك في منكم اللي رغم الشيء اللي صار مع الشخص هذا أو مع العيلة، فبعده بيراقب، سواء كان بيراقب حدا من العيلة أو عم بيراقب الحبيب أو الزوج، يعني وهذه أمور خاصة بالأسرة. ممكن يعني أحيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لنا حدا مهم، فممكن يكون هو كذلك. فشايفاه بعده عم بيراقب العيلة أو الحبيب. كذلك في منكم يعني اللي ترك الأحداث تستنزف كل طاقته، وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار،
شايفاك مريت بوقت عصيب، سواء سوء المعاملة أو خيانة، خيانة الأهل الأقارب يعني. فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار، حتى إذا كنت في أسوأ حالاتك، فأنت تحتاج إلى جمع قوتك يا برج الميزان. كذلك تدل الورقة على أنك أنت وشريكك أو أسرتك يعني قد أصبتم يعني بجروح، يعني في جروح في العلاقة، فبيقول لك الورق لا تستسلم. كذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو، إنه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك، فبيقول لك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته، سواء كان الحبيب أو شخص من العيلة يا برج الميزان. كذلك عم شوف من كون اللي بعيد عن الأسرة أو عن الحبيب، وممكن يعني كان مشوف كأنه يعني بعاد عن بعض، ممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب أو الأسرة. فشايفاك حزين يعني، وعم تراقب يعني عم تراقب الحبيب بخفية. إذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب، فأنا شايفة إنه في مراقبة للشخص هذا بتخفي، وعم شوف خيبة أمل، كأنه الشخص هذا في عنده خيبة أمل من موضوع أو اتجاه الشخص هذا. فالشخص هذا حامل كاس الحب وهو حزين، وشايفاك في مفترق الطرق، يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا، لأن شايفاك تعبان. فالتارو بيقلك تحمل واستمر في طريقك، فأنت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان، وقادر على إصلاح الأشياء. هذا فيما يخص الأسرة. راح نشوف الحين ما هو عاطفي. بصراحة في طاقات يعني كنظرة عامة، في عندي طاقات كثيرة في القراءة هذه، في طاقات كثيرة وأبراج كذلك. أنا راح أحاول أسرد أكثر الأشياء، وإن شاء الله تنطبق على أكبر عدد يا برج الميزان. فأنا شغلات رح أحكي فيها ورح أرجع أحكي فيها مرة تانية. يعني بشكل عام يعني بشوف في مراقبة، في حدا بيراقبك يا برج الميزان، في شخص من الماضي متعلق فيك. رح نبلش. في ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم، هذا بشكل عام. ففي عندك يا برج الميزان حدا من الماضي، لأنه في بيناتكم في ذكريات هيك شغلة، في حدا من الماضي أو الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي صاير، أو حتى إذا كان مطنش وعامل حاله مش فارقة معه. الشخص هذا طالع عندي، فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله مو مهتم مطنش، ولكن بعده بيفكر فيك. والشخص هذا شايفاه يعني عم يسعى للحصول عليك، يعني الشخص هذا باغي يحصل عليك أو الرجوع إليك، هو بده يرجع إليك، وهو غير راضي تماما. الشخص هذا غير راضي تماما عن الشي اللي صار. وبصراحة الشخص هذا هو إنسان ناجح يعني، ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل، يعني كأنه عم يستنى منك، شايفاه كأنه عم يستنى منك خبر، رسالة، أنك تاخذ قرار، أنك ترجع إله. وهو صراحة بيراقبك، الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك،
والشغلة اللي اجت بعده شو؟ الشخص هذا متعلق فيك، الشخص هذا متعلق، وبصراحة هو حدا شخص طيب، الشخص هذا إنسان طيب، يعني مش نيته سيئة أو هيك، وبيحبك. وفي اللي بيتوجع كثير من فراقك يا برج الميزان، ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك، يعني ممكن يكون بسبب مشاكل أو إلقاء اللوم على بعض، أو العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث، يعني أطراف ثالثة كانت السبب. ففي الحالة هذه بيقول لك تارو يا برج الميزان، لا تترك الآخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان. والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من أجلك يا برج الميزان، وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة، يعني أو في شغلات بيناتكم ممكن تكون 7 عوائق، لأني عم شوف في عندنا 7 of wands، يعني أو ممكن في اختلافات بيناتكم، ممكن في طريقة التفكير، عادات، في مسافة بيناتكم، أو أنتم بلدين مختلفين، يعني لأني عم شوف في مسافة، الشخص هذا باغي يوصل ليك، يعني بده يوصل لإلك، يعني عم شوف في حاجة واقفة بيناتكم. 7، الرقم 7، كأنه في عوائق أو في حواجز يا برج الميزان، والشخص هذا بيفكر فيك كذلك، وكذلك بيفكر بوضعه المالي، ممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية، لأني شفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه، سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم أو اللي وصلكم للشغلة هذه أو وضعه المالي. فأنا شايفاه مشغول، مشغول بشغله يا برج الميزان. ممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع، كذلك عنده إلك ذكريات، هو على طول عم يتذكر الذكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان، عم يتذكرك بكل اللحظات، يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له ذكريات منك، وبيركز على الشغلات اللي صارت، عم يطلع على شغلات جبتها له أو أنت أعطيته إياها، يعني بيرجع للأحداث واللحظات. ف يعني مبين عندي كأنه إنكم منفصلين، لأني عم شوف مسافة يعني بيناتكم، والشخص هذا بيفكر فيك كتير ومتعلق كذلك، يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح، وكأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة، هو بيراقبك يعني بصراحة.